ونحن نتجول بين صفوف الزائرين. يصادفنا رجل يبدو من تعابير وجهه يريد التحدث لنا عن شيء ما، ومن ثم فسحنا المجال له. تكلم عن معجزة والتي كانت السبب في اعتناقه الإسلام. كنت بيا مرض سرطان في 2005، ايه، وزرت أهل البيت في 2009 نجف وكربلاء وشفيت، ايه، اجى منام أمير المؤمنين والحمد لله والشكر. وأنا كل سنة مسيح بالأصل كلداني من موصل، أسلمت يصير مسلم الحمد لله والشكر، وكل سنة أزور أهل البيت. وعندما سألناه عن التهديدات الإرهابية التي ممكن أن تطال الزائرين وهل شكلت في داخله تخوفا من مواصلة المسير، قال شي يسوون، شي يزرعونا، شي يخلونا، قدام رجينا نمشي ما يهمنا لا أحزام ولا سيارة مفخخة ولا أي شيء، وخلي كل الدول تجي، احنا هذا بلدنا ونبقى حريصين عليه ونبقى نحامي عليه. تتعدد الروايات وتختلف الأحداث والشخوص، والمسير واحد، وحناجر تأبى ألا أن تصرخ باسم